كان يا مكان يا سعد يا كرام، كان في بنوتة اسمها ميادة اتعرفت على حمادة، وكان مخطط ان هما يتجوزوا في تبات ونبات علشان يخلفوا صبيان وبنات. تمت الجوازة وبعد الفرح ليلة الزفاف حمادة معرفش يعمل حاجة، بس ميادة بما انها بنت ناس ومتربية على الاصول صبرت على جوزها وقالت له يمكن من الارهاق وخلينا نستنى لتاني يوم. ناموا بالليل وصحيوا تاني يوم الصبح على رن جرس الاهالي جايين يطمنوا. حماده بص لميادة وقال لها اوعي اوعي عشان ما تفضحش. قالت له لا ما تقلقش خالص. فمامتها سالتها ايه الاخبار، قالت لها كل حاجه زي الفل يا ماما. والاهل اطمنوا على بنتهم والامور مشيت زي الفل، بس حماده جرب مره واتنين وتلاته وعشرين ومفيش فايده. فضلوا بقى يحاولوا يمين وشمال ويروحوا لدكاتره ودجالين وي بس حمادة مفيش فايدة. ميادة بدأت تدرك ان المشكلة عند حمادة، بس ما كانتش عايزة تجرح شعوره، وعهدت نفسها ان هي هتقف مع جوزها لحد اخر نفس فيها وهتفضل معاه لحد ما يتعالج. بس حمادة مش مقتنع اصلا ان عنده مشكلة. حمادة ما بيتعالجش. حمادة بدأ يتعصب اكتر وبدأت شخصيتها تتغير. فمامته قالت له مالك يا ابني متغير ليه؟ وكمنه ابنها قام حكى لها كل حاجة وقال لها الموضوع 1 2 3 4 وانه خايف يكون عنده عجز او حاجة زي كده ومش عارف يتصرف ازاي. قالت له لا عجز ايه، تبنينا انت زي الفل، تعالى بس وانا هقولك تعمل ايه. ام حمادة حست بالخطر، قالت يقولوا على ابني ان هو ما بيعرفش وتاخد كل حقوقها الشرعية والقانونية، الكلام ده ما ينفعش ابدا. اسكت يادي يا حماده وتعالى معايا عشان نعمل الصح. ايه هو الصح يا ماما؟ تعالى وانت هتعرف. هي راحت ما عملتش الصح خالص، راحت زي الافعى تقول لمياده بصي يا بنتي، اولا احنا جايين نشكرك على كل الفتره اللي انت ساعدتي فيها ابننا وصبرتي عليه، ودي حاجه مش بعيده عليكي لانك بنت اصول، بس احنا طمعانين منك في حاجه كمان تعمليها عشان تساعدي جوزك اللي هو ابننا. ايه هو يا ماما اللي عايزاني اعمله؟ عايزاكي تيجي معايا عشان خاطر نخلي حد يفضلك الغشاء بتاعك لانه مطاطي، او تخليني انا اللي افضهولك بايدي. قالت لها لا 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 الكلام ده لا، احنا عارفين مش دي المشكله خالص ومش ده العيب. قالت لها انت مين اللي قالك ايه المشكله اصلا؟ انا كبيره واعرف اكتر منك. مياده بيبقى قدامها دلوقتي خيار من 3 خيارات، اول حاجه ان هي ما توافقش وتقول خلاص، بس بعد كده هتتعرض لكل انواع الابتزاز، سواء تهديد او سواء ابتزاز عاطفي اللي هو ده جوزك انت مش عايزه تقفي معاه، انت وانت وانت وانت، وده نوع من انواع الابتزاز، والمسكنه نوع من انواع الابتزاز، والعياط نوع من انواع الابتزاز، ويفضلوا يضغطوا عليها بكل الوسائل الممكنه وياكدوا عليها ان واجبها كزوجه ان هي ما تفضحش زوجها ولا تقول لاهلها عشان خاطر عايزينها لوحدها ما تاخدش اي راي حكيم وقتها. طب لو ما وافقتش ده الخيار الثاني، ساعتها احيانا بيحصل ان هم بيجيبوا بلطجيه وبيكتفوها وبيفضوا الغشاء يدويا، ودي جريمه كبيره جدا بس اثبتي، او ان هي تجري وتروح تقول لاهلها، واهلها لو متوعيين كفايه هيبداوا يقفوا جنبها عشان ياخدوا حقوقها، ولو للاسف مش واعيين وبيخافوا من كلام الناس ممكن يساعدوا ان ده يحصل لمياده، ودي المصيبه الاكبر. مياده غالبا في الاخر بتضغط عليها لحد ما يحصل فيها اللي حصل، واول ما يحصل اللي حصل ام حماده تظهر على وشها الحقيقي وش الافعى وتروح قايله لها بصي يا بنتي انت من الاول اصلا كان عندك مشكله، وابننا ابن الناس الطيب ابن الحلال ده سترك ومرضاش يفضحك ولا يقول اللي انتي كنتي مدام ميادة من قبل الجواز، وعشان كده احنا بنقولك دلوقتي يا اما تعيشي وسطنا بقواعدنا تحت طعنة، او لو حاولتي ان انتي تقولي اي حاجة كده ولا كده او تعترضي باي شكل من الاشكال ساعتها هتطلعي بره وملكيش حقوق عندنا، ولو حاولتي او فكرتي حتى ان انت تروحي تبلغي او تعملي اي حاجه من الحاجات دي فساعتها الطب الشرعي هيبص عليك يا ماما وهيلاقوكي ان انت مش بنت زي ما انت بتقولي، في حاجه من الاثنين، يا اما ان انت كنتي من قبل الجواز لا مؤاخذه، يا اما ان انت بتتبلي على ابننا، وساعتها هيبقى لينا معاكي تصرف تاني وسمعتك هتبوظ. فاحسن لك يا بنت الحلال اما تكملي زي ما احنا عايزين، او ان انت تخرجي بعد ما تمضي ان انت مالكيش اي حاجه. مياده لحد دلوقتي مش مستوعبه يعني ايه اللي حصل، يعني خلى الست تتحول كده ما كانت طيبه، وهي يعني حست مره واحده كده ان الدنيا ضلمت في وشها، فبدات تفكر ان انا المفروض اعمل ايه. فاول حاجه عملتها ان هي راحت لاهلها عشان تحكي لهم على اللي حصل. اهلها لموها كل اللوم، انت عبيطه حد يعمل اللي انت عملتيه ده، وفضلوا يلوموها ويضغطوا عليها باللوم اكتر واكتر ان هي ما حكتش ليهم الاول. ما هي ده حست ان الدنيا قفلت في وشها، ما هي مش هتقدر تكمل مع حماده بعد اللي حصل، خلاص دايره الثقه بينهم اتقفلت، وفي نفس الوقت مش قادره برضو ان هي
تنفصل، لان الدنيا اتقفلت قدام ميادة خالص. وميادة لحد دلوقتي هي بكر رشيد، حتى لو المجتمع كله قال عليها غير كده. ميادة اما ان هي تكمل في سكة العبودية، او ان هي تكمل عشان خاطر الدنيا تمشي وما تسببش اي مشاكل لاهلها، او ان هي تتطلق وتاخد لقب مطلقة والناس تبدأ تلسم بقى متجوزة قريب ليه طلقها، وما يعرفوش ان المشكلة مش فيها، والمشكلة ان هي حرة وما تقبلش تعيش مع حد لا مؤاخذة في الكلمة، عيشي مرفوعة الراس وشوفي تجربة تانية وما تطيش راسك ابدا، وخليها مرفوعة زي ما كانت مرفوعة من الاول. نصيحة تانية بقى لكل البنات، قاعدة رقم واحد، اوعي تثقي في اي حد مهما كان. حتى لو اهلك قالوا لك تعملي كده فهم طيبين وغلابة زيادة عن اللزوم ومش عارفين اللي هيحصل لك بعدها. اوعي تثقي في اي حد مهما كان قريب ليكي. هسيب لكم في الكومنتات بوست انا صعقت لما قريت الكومنتات عليه، على الاف القصص اللي حصلت من النوع ده. لا تنسوا الوالد من صالح دعاكم برحمه ومغفره وجنه. نشوفكم على خير ان شاء الله.